السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول درس في القاعدة الذهبية، أرجو أنه الصفات والمخارج اللي أنا حددتهم على السريع تكون واضحة معك. ندخل على الألف. أول درس طبعاً إحنا بنقرأ لك اسم الحرف، نقرأ لك شو؟ اسم الحرف. أنا مين؟ يورا. أنا مين؟ عزية. إلي اسمين، يورا اللي هو في اليوتيوب والعملي والحركة عزية، تمام؟ هذا اسمي، ها اللي أنا اللي أنت شايفاه الحين اللي أنا بدي ألفظ لك إياه اسم كل حرف أنت بتشوفيه قدامك، اسم، تمام؟ طيب الألف، ألف، أ، لي، في، ألف، أ، أ، بعدين اللام مكسورة، بعدين أف، فاء، ألف، في ناس بيقولوا أليف، يعني بيعدها إيش تحقق الكسرة قوي يعني، ينفعش، ألف على طول، الانتقال من الحركة سريع، ألف، بس اللهم ما دامها كسرة بدي أتكئ مدام مرقق بدي اتكئ هنا. طيب ايش صوته؟ صوته صوت مدي، هذا الالف مد، حرف مد. هذا صوته، هذا صوته. حكيت عنه في المخارج. هذا صوت الالف. الف لما في بداية الحروف المقطعة في القرآن احنا بنقول اسماء الحروف مع أحكام طبعا، فالألف ما في أي فيها أي حكم، ألف بس، تمام؟ ألف لا، بعدين هذيك هيجيها، بس المهم اعرف إنه الألف حرف مد ولا يلفظ في القرآن إلا كمد إلا في الحروف المقطعة بأجيب اسمه، خلاص واضح؟ تمام. نيجي لحرف الباء. باء، با، قلت لك مخرجها المنطقة الجافة، ما تقوليش با با، لا هتطلع معاك مهموسة، ما فيش فيها همس الباء. با با، أب، هذا مخرجها، فقولي با با، انتبه، ما قلتش با با، ما قطعتش الصوت، ما فيش همزة. في زمان علمونا با حاطين إلها همزة، لا، هذا بدك تعرفي تقرأي القرآن بهذا الأسلوب هذا، فأنت بتقولي با، صوتك ينقطع فوق بهدوء بأريحية عشان ما يصيرش عندك همزة في آخريتها، ما تقوليش با وتقطعي الصوت في الآخر، هذا خطأ، خطأ كبير بتوقعوا فيه. اتدربي صح عشان لما تيجي تقرأي القرآن يطلع معك قراءة القرآن صحيحة. با، واضح؟ تمام. تاء حرفه مخرجه التاء، فأنا بقول تاء، ما تقول تاء تاء، لا ما فيش فيها الصوت هذا أبدا وأنت بترفضي اسمه تاء، تمام؟ تاء غلط، تاء تا غلط، ها؟ تاء خلاص؟ ما تقوليش تاء برضه، ما تقطعيش الصوت قطع، ما تشديش على حالك في الآخر، خطأ. تا، ما فيش همزة، ما فيش همزة عشان تقطعي الصوت بقوة، هتطلعي بأريحية. تا، تمام؟ حلو. عندك الثاء، الثاء، أث، أث، اللي عندهم مخرج الثاء غلط، الثاء بتقولي عندي مخارج اللثوية خطأ، يا عمي سؤال حددتلك المخرج. هتضرب هنا اث اث اث، لما نقول اث 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 اث، شوفت فتحت امي كتير ما حيطلع صوتها، حتخلي مرتاح اث اث اث، ثاء هذا المخرج، فحتقولي ثاء ثاء، برضو مش حتقول ثاء، اعمل فيكوا ايه بقى؟ ثاء، تمام؟ اتعلموها، مهم جدا لانك بتغلطي فيها بالقران، فهنا انتبهي. الجيم،
لاحظي انه الباء مكون اسمها من باء والف، تاء والف، وثاء والف. هنا جيم يا ميم، جيم 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 جي اطول من الباء، تاء ثاء. مش هقول جيم على طول، اقول جيم جيم، ثلاث حروف جيبيها. تمام؟ جا جي جو اجا جي جي جي، قوية شديدة انفجارية الجيم، انتبهوا لها. جي جيم سهلة. يلا نروح للحاء، انتبهوا. حا حا نفس طول با، نفس حا. مدام اثنين اثنين كلهم بتكون الحرف اسمه من حرفين، اذا ايش بدي اعمل؟ بدي اوازن وكله يطلع نفسه. حا با ما الطبيعي، يعتبر ما الطبيعي. الخاء من حروف ايش؟ الخاء حروف التفخيم. خا خا خا، هتقولي خا خا برضو ما تطولي صوتها، خا غلط. خا وخلي التفخيم عشان يطلع معك صح. اياك تشدي على الفك الامامي، ابدا ما في شد ابدا، بس بتسحب الصوت الى الداخل. خا خا تمام. شو ها؟ دال الدا الدا، هاي مخرجها. دال نفس قلتي جيم، دال نفس الزمن. لازم اذنك تكون واعية، لازم تسمع كتير عشان تضبطي الازمنة. ما بينضبط الزمن بالحركات بالايد وغير، لا لا لا، حتضبطيها بايش؟ بالسمع، بكثرة السمع. listening listening listening، هيك بقولوا لنا لما نيجي نتعلم اللغة الأجنبية، وأنا بقول لك listening 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 بالقرآن وبالأحرف وأنت بتتعلم، يعني كتير اسمعي. إذ ذال ذال نفس الدال، دال نفس الزمن، ذال. تمام؟ نعم. را را را، ريحي 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 فكك، اياك تشدي على حالك، اذا بتشدي على نفسك مش حيطلع معك ولا حتتعلمي صح. تفخيم كله بأريحية من غير ما اشد، كله شو عملية صوتية من الداخل. را سهلة. ونفس زمن الباء، را نفس. تمام. هذه ايش؟ زاي، هنا كاتبينها زاي، هي زا المفروض زا، بس هنا كاتبينها في القاعدة الذهبية زاي، هي اصلا زا زاي. والله هذا رأيهم، الناس طلبوا مني القاعدة الذهبية هي زا زا، المفروض زا وليست زاي. طيب سين، زي ما قلت جيم حنقول سين، نفس الزمن. سين شين ش شين الشاء، هذا المخرج. ش شين صو صو، أجل التفخيم. سهل، قولي سهل. أيوة سهل، عشان والله سهل، لأنه أنت بتريحي حالك، تريحي هاي المنطقة، اشتغلي جوا. ص صاد صاد، طرف لسان الدال، بس الصاد مع الألف صاد د صاد، الصاد جوا الدال د بس. ضاد ضو، اطبقي اتفخمي صح، تعلمي صح. ضو ضاد ضاد ضاد، ما تمديهاش كتير. صاد ضاد د د مش د د، تخربطوش، اتعلم القلقلة من هون. د
تمام؟ صاد ضاد ضاء. الصوت هذا لازم يطلع معاكي في التفخيم خصوصا الضاد. طا، يا عيني على الطا، سهلة حلو. طا، كل لسانك هيك طا طا، يا عيني بدك تطبقي الصوت وتضغطيه. طا طا ضا، هذا مخرج الضاء. ضا ضا، لازم لسانك هنا بس. ضا ضاد، شفت لساني طلع برا؟ ضاد ضا ضا، في فرق بين الضاد والضا اللي بخربطوا بين الحرفين. تمام؟ العين، عين، بقولش عين، عين عين، نفس زمن جيم، عين جيم عين. الغين، غا غا غا، حرف الغين غا. طبعا بدك تفخمي، غين غا غين. عند الياء والنون بعمل هيك بس بداية الحرف غا، غين. والعين، عين. ها شايفين ابتسامة أحلاها؟ والغين، غا غين. ايوه غين، لا غين. تمام. الفاء، فاء فاء فاء، لا مش فاء، فاء. تمام. اف اف، هاي مخرجه اف، فاء. يا رب، قولوا يا رب، ربنا بيسر. القاف، هذه اللي انت شايفاها قاف، قا سامي، قاف قاف قاف، واضح؟ أق 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 قاف. تمام. والله اقعدوا معي حيصير هذه عندك ألم هنا، لازم وانت بتتعلمي يكون جنبك كاسة مي سخنة مع عصرة ليمونة أو مع جنزبيل، المهم لازم تشربي مي سخنة وانت بتتعلمي، خصوصا لما تتعلمي المفخم والحروف الشديدة. كاف، شوفي قاف كاف قاف كاف، واضح؟ لام لام لام، بقولش ميم، جافة مع الجافة وليس الرطب، انتبه. ميم، نفس الزمن كاف لام ميم. نون نون، هيك نون نون، وترجعوا للساكن في الآخر. تمام. ها، حرفين ها من هنا، طلعي هوا. ها واو، وليس واو، شايفين الابتسامة؟ واو واو. يا، ما فيش شد ابدا على الياء. ها يا 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 يا، بعدين همزة همزة. اليا هنا يا، وهنا يا، هنا يا، وهنا يا، وهنا همزة همزة. أعتقد هذا الدرس لازم تتقنيه وتطلعي لي الأحرف بأزمنتها وما تطلع ليش معاك أي صوت غلط، عشان تتعلم الدرس اللي بعده يصير عندك إتقان. يا رب، ربي هب لي من لدنك ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون،
إلا من أتى الله بقلب سليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. انتبهي كلمة هذه المفروض تيجي في الآخر، لأنه لما أنهي كلامي لازم يكون يا، المفروض يحطوها قبل همزة بعدين يا يا، لأني بدي أنهي الكلام، بس حبوا يغيروا عن القاعدة النورانية. في النهاية العملية واحدة، تمام، لغة عربية فصيحة. حياكم، أي سؤال؟